عقد وزير الكهرباء محمود عصمت اجتماعا مع وزير الزراعة علاء فاروق لبحث أوضاع مزارع الدواجن وطريقة حصولها على الكهرباء وتأمين مصادر التغذية الكهربائية الخاصة بها ومدى الالتزام بالقواعد والاشتراطات القانونية والفنية في هذا الشأن. ناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بمزارع الدواجن ومصادر التغذية الكهربائية المتاحة طبقا لكل محافظة ومنطقة، وكذلك طرح مبادرة بمزارع الدواجن بعد الاتفاق مع أحد البنوك على تمويلها، حيث تشمل المبادرة إقامة خلايا شمسية لتوفير الكهرباء اللازمة لكل مزرعة خلال فترة النهار، على أن تقوم الشبكة القومية للكهرباء بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة للمزرعة خلال فترة الليل. في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بكل محافظات الجمهورية، تفقد محافظ المنيا عماد كدواني مصنع تدوير المخلفات بقرية تونة الجبل التابعة لمركز ملوي تمهيدا لتشغيله، وبلغت إجمالية تكلفة المصنع 90 مليون جنيه. يأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ذلك لتحسين منظومة المخلفات الصلبة في مصر. وفي سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملاتها على صعود جماعي في جلسة اليوم، وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر إي جي إكس 30 على صعود بنسبة تقدر بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 29378 نقطة. كما أغلق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 تعاملاته على صعود بنسبة 26% ليصل إلى مستوى 6838 نقطة. وأغلق مؤشر إي جي إكس 100 على صعود بنسبة 43% ليصل إلى مستوى 9762 نقطة. أما في أسواق البترول العالمية فصعدت العقود الآجلة للنفط أكثر من 1% من أدنى مستوياتها في 7 أسابيع بعد مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مما تسبب في تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، غير أن الأسعار ظلت تحت ضغط من المخاوف بشأن الطلب الضعيف في الصين. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.96% لتصل إلى 76.94 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 2.54% إلى 80.63 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.42% لتصل إلى 2.60 دولار لللتر. يأتي ذلك في منخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.15% لتسجل 2.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات وزارة المالية السعودية أن عجز الميزانية بلغ 4.9 مليار دولار في ربع الثاني من العام الجاري، وهو ما يعادل 3 أمثال العجز خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدين العام للسعودية 1.149 تريليون ريال في نهاية شهر يونيو، مقارنة بنحو 1.5 تريليون ريال في نهاية العام الماضي. وبلغت إيرادات النفط 212.99 مليار ريال في الربع نفسه، بزيادة تقدر ب 18% عن الربع الثاني من العام السابق، فيما زادت الإيرادات غير النفطية 4%. قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية الأردنية رفع أسعار جميع أنواع البنزين من الغد. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من 1 حتى 31 من شهر أغسطس المقبل. واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر يوليو ومقارنتها بمثيلتها لشهر يونيو الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار
العالمية ارتفاعا على أسعار البنزين بنوعيه 90 و95 والديزل خلال شهر يوليو.